مع الوزير، دعني أسألك عن الوضع الأمني. الوضع الأمني في مصر اليوم، كان هناك اجتماع لوزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم للوقوف على آخر التطورات في المشهد الأمني المصري، ووجه وزير الداخلية مساعديه لتعديل الخطط لإحباط التفجيرات بأماكن القوات المسلحة والشرطة. وكان هناك بالأمس كان أيضا هناك تنويه عن إن هناك أو ربما يعني أول أمس عن إن العمليات الإرهابية في المستقبل يعني تزيد حدتها بشكل أعنف مما هي عليه. الوضع الأمني كيف يمكن السيطرة عليه؟ هل القبضة الأمنية هي الحل أم لابد من حلول سياسية موازية للحلول الأمنية؟ دعني أحدثك عن وزارة الداخلية ورجال الشرطة المحترمين. تفضل. ما في أحد يستطيع أن ينكر الجهد المتواصل لرجال الشرطة ليل نهار والموجودين والمنتشرين في ربوع مصر من أقصاها إلى أقصاها. ولكن يا أخي، هل يستطيع رجال الشرطة تفتيش كل الشعب المصري؟ هل يستطيع البحث خلف وأمام كل مواطن مصري؟ لابد أن يشترك المواطنين أيضا مع الشرطة في التبليغ عن كل ما يحدث وعن أي شيء غريب يراه المواطن. المسألة أن أنت عندك كام ألف جندي شرطة مثلا، الرقم أنا مش عارفه بتحديدا يعني، ولكن في الخدمة بتتحرك ربما تجاوزوا نصف مليون. نصف مليون أنت بتتحرك في 100 مليون أو 90 مليون نسمة على أرض مصر. فالعمل شاق والغدر أكبر. الغدر يعني أساليب الغدر وأدوات الغدر بالشعب المصري وبالشرطة وبالجيش وبالقوات المسلحة وبمخدرات الوطن بيملكها ناس يملكوا أدوات خبيثة. ومش معنى كده أن الشرطة فشلت، أبدا الشرطة ما فشلتش. ألف حالة وحالات كتيرة اتمسكت وحالات كتيرة انضبطت. إذا كنت عايز تقول لي على اللي حصل امبارح في رمسيس وفي أماكن متفرقة في الوطن، ده شيء طبيعي. ولكن أنا متأكد منه أن الشرطة المصرية تعمل ليل نهار، وأن بها رجال أوفياء. الرجال دول اللي بيموت عسكري مجند امبارح، وقبلها بيموت نقيب ورائد ولواء. ماذا يقصد المتطرفين؟ وهل هو الإسلام القتل؟ هل هو الإسلام إرهاب المواطن المصري وهدم الوطن؟ يا أخي، فلنتعاون جميعا ضد من يقتل وضد من يريد بهذا الشعب السوء. وأنا أحيي مرة أخرى الشرطة، وبرضه بقول لهم مزيد من الحرص، مزيد من الحذر. وأنا راجل خدمت في القوات المسلحة وحاربت في 73، وأعلم إن فيه يعني في حلول بديلة. كمين موجود، يبقى في كمين تاني، في كمين تالت، بيغطوا بعض. في ناس لابسة ميري، في ناس لابسة مدني. في حلول للحد من الفوضى ومن الدمار اللي بنشوفه. هل وزارة الداخلية المصرية تحتاج إلى إعادة هيكلة؟ بمعنى يعني هناك قطاعات في وزارة الداخلية مثلا كالمرور بها أعداد كبيرة، وقطاعات أخرى بها نقص، فلا بد أن يكون هناك توائم بين هذه القطاعات. القطاعات المزدحمة لا بد أن يعني يتم الاستفادة منها في باقي القطاعات. لن مثلاً لن أفيدك أكثر من السيد وزير الداخلية، لأن وزير الداخلية ده راجل حط برضه روحه على كفه في يوم من الأيام، وراجل يعي وعنده مساعدين أكفاء وعنده تدريب وعنده القوات وعارف يوديها فين ويجيبها منين. فأنا إجابتي هتكون هعود بيك للهيكلة اللي اتقالت أيام الرئيس مرسي السابق هيكلة الشرطة وطرد الناس وما شالوا الأكفاء وجابوا الناس اللي هم ما أعرفش نمرة اثنين وثلاثة وأربعة والكلام ده. ففيما ليحدثك عن الهيكلة وعن ازاي الشرطه تتعامل مع الموقف وازاي تنقل ده تودي ده الحته دي، فاعتقد يكون وزير الداخليه، واعتقد انه مش محتاج للنصيحه لانه راجل بيسهر ليل نهار هو ومساعديه لامن هذا الوطن.